ايوه حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جاي فيديو جديد دار بنار. قبل ما نبدأ الفيديو لو انتم مش مشتركين في القناة انزلوا دلوقتي حالا اشتركوا في القناة، دوسوا سبسكرايب ودوسوا لايك للفيديو ده عشان خاطر نوصل الفيديو ده لألف لايك. فكرة الفيديو بقى النهارده هتكون مختلفة نوعا ما. النهارده فكرة الفيديو بقى النهارده ان احنا عملنا طيارة سيمبا زي ما انتم شايفين، هي اللوجو بتاع سيمبا اهو، ودلوقتي هنطلع نطيرها. تيم الاشباح فوق اهو، نطلع نطيرها يلا. ده عن الطيارة طايرة يا افجر طيارة في المغرة. طبعا يا جدعان نزلنا طيارة سيمبا، ودلوقتي يا جدعان طيارة الطيارة دي يلا بينا عشان نطيرها. طبعا يا جدعان احنا طيرنا الطيارة ايه، دلوقتي اوريكم الهطاط بقى ليها وهي طيارة. كده دي نهاية الفيديو النهارده. لو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي حالا اشتركوا في القناه ودوسوا سبسكرايب ودوسوا لايك الفيديو ده عشان خاطر نوصل الفيديو ده لألف لايك. طبعا لو انتم مش مشتركين في قناتنا الثانيه هسيبها لكم في الديسكريبشن، الكل ينزل يشترك فيه، عايزين نوصلها لكم ونشارك في اسرع وقت. نشوفكم الفيديو الجاي، سلام. ايوه حبيبي.